هو الشهيد الذي أعدمته قوات الاحتلال من مسافة صفر داخل بيته، محمد شحامة ذو 21 عاما. انتزعت عائلته قرارا باسترداد جثمانه وتسلمته في منتصف الليلة عند حاجز قلنديا العسكري شمال القدس المحتلة بعد شهر ونصف من الاحتجاز في الثلاجات. شرط قاسي ومجحف في حق العائلة، خاصة وأن محمد تم قتله بدم بارد في غرفة نومه في بيته الموجود في كفر عقب دون أن تفصح الحكومة حتى هذه اللحظة عن سبب دخولهم العمارة وعن سبب قتله. لا يكتفي الاحتلال الإسرائيلي بوجع الفقد الذي تخلفه جرائم الإعدامات الميدانية التي يرتكبها، ليتعمد مفاقمة معاناة ذوي الشهداء بشروط الاحتجاز والتسليم وينكل بالأحياء كما الأموات. انجلى الليل وستذيب شمس المخيم الجليد عن جثمان محمد. موكب جنازته انطلق من مجمع فلسطين الطبية وبجهته مسقط رأس الشهيد مخيم قلنديا، حيث شاركت جماهير فلسطينية غفيرة في صلاة الجنازة والوداع والتشييع. تقدمهم أشقاؤه الكفيفون الذين كان محمد معاونهم ونور أعينهم. سند قال إنه وإن لم يرى الجنازة فقد أحس بها بقلبه. يعني شعور لا يوصف، شعور صعب جدا. يعني أنا تمنيت لو أقدر، بس يعني لو أشوف أكثر، يعني لو عندي شوية نظر لأقوم بجنازة أخوي زي ما أنا كنت بدي وزيادة. الدفن تحت التراب حق إنساني يجبر الاحتلال الفلسطينيين على خوض معارك لانتزاعها، فهو يواصل احتجاز 17 جثمانا على الأقل في مدينة القدس عدا عن مئات الجثامين في الأراضي الفلسطينية. من مخيم قلنديا، كريستين رناوي، العربي، شمالي القدس المحتلة.